التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بالسيد السار ديمبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب بين الدول العربية الشقيقة كما اطلع سعادته والوفد النقابي العراقي على المستجدات في سوق العمل بمملكة البحرين وأهم الإنجازات المتحققة على الصعيد العمالي مؤكداً أن في هذا السياق حرص الحكومة على دعم المنظمات العمالية لأداء واجبها في الدفاع عن مصالح وحقوق القوى العاملة من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال العراقي بتجربة مملكة البحرين في تطوير منظومة سوق العمل